السنابات السابقة كلها موجودة في قناتي في اليوتيوب، والرابط تلقونه في انستغرام وفي تويتر، وإن شاء الله بعض هالفوائد سيكون في كتابي الملتقطات. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا من الجميع. حديثي وإياكم اليوم عن نصف المجتمع التي أنجبت نصفه، فهي المجتمع كله. جمعت لكم هنا بعض القصص والمواقف والأخبار والأشعار المتعلقة بالمرأة، وحاولوا أن أوجز لكم ما تم جمعه. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الرجل ضعيف أمام المرأة. واحد طقت شبدة من الحريم قال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فجاءه صاروخ أرض أرض قصف جبهته: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. هذا صاروخ ثاني بس جو أرض: رجل مازح امرأة فعرض بها، فردت عليه قائلة: وإياك إياك المزاح، فإنه يطمع الطفل فيك والرجل النذلا، ويذهب ماء الوجه بعد حيائه، ويورث بعد العز صاحبه ذلا. الجمال الحقيقي للمرأة هو الجمال الطبيعي بلا تكلف، وهذا الجمال الحقيقي غزته بعض النساء حتى من العجائز: عجوز تمنت أن تعود صبية، وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ رأى فيلسوف امرأة خرجت بكامل زينتها، فقال: هذه خرجت لترى لا لترى. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: البنات مسؤولات، فلو سترنا اللحم ما شم ريحه ولا طمع فيه البس، يعني القط. قال العتبي: رأيت أعرابيا في سوق المربد في البصرة، فقلت له: صف لي نساءكم. فقال: رجع ولسن من اللواتي بالضحى، لذيولهن على الطريق غبار، يأنسن عند بعولهن إذا خلوا، وإذا هم خرجوا فهن خفار. أي لا يكثرن من الخروج في الضحى، فيصير لذيول ثيابهن غبار من الطريق، ويحفظن أزواجهن في حال الحضور والغيبة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في رواية المرأة للحديث: ولم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث قط. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يعرف أن أحدا من العلماء رد حديث المرأة لكونها امرأة. قال نجيب محفوظ: إذا غضبت المرأة فقد تفقد ربع جمالها، ونصف أنوثتها، وكل حبها. قيل: الجبن والبخل محمودان في المرأة مذمومان في الرجل، لأنها إذا كانت شجاعة أتلفت بدنه، وإذا كانت سخية أتلفت ماله. طبيا يقال: قلب الرجل أكبر من قلب المرأة، لكن قلب المرأة أسرع نبضا، الله أعلم. قال أحمد فارس الشدياق: من أحسن ما قيل في المرأة الفاضلة أنها إذا قرأت قيل لا تحسن العمل، وإذا عملت قيل لا تحسن القراءة. قال شكسبير: قلب الرجل في عقله، وعقل المرأة في قلبها. لمن الكلمة في البيت؟ الدكتور غازي القصيبي رحمه الله يجيب: للرجل الكلمة الأخيرة، وللمرأة ما بعد الأخيرة. جلاب عصابة نسائية هندية مكونة من 10,000 امرأة يلبسن ثيابا وردية بيدهن عصي يضربن الرجال الذين يضربون نساءهم. ذكر الدكتور علي الوردي أن المرأة في ريف العراق لا تقنع إلا بزوج يقطع الطريق، فكان الرجل يقطع الطريق إرضاء لها. ذكر ابن بطوطة أن كيلو كيري امرأة شجاعة كانت تحكم بلدة في الصين، وكانت تقول: من أراد أن يتزوجني فليبارزني. الحبيبة كيلو كيري هذه كانت في معركة وهزم جيشها، فهجمت على قائد الجيش الآخر واحتزت رأسه فانتصر جيشها. بالنسبة للمرأة في الأندلس، ذكر ابن عبدون أن المرأة الريفية في الأندلس كانت هي المسؤولة عن البيت، هي التي تشتري احتياجاته. وهذا يذكرني بالمرأة قديما في خرخير في الصين، كانت هي التي تخرج للعمل، والحبيب بوشنب هو اللي يطبخ ويكنس وينظف. لم يستطع الحاكم العبيدي الحاكم بأمر الله أن يمنع ظاهرة كثرة خروج المرأة إلا بمنع صنع أحذية لهن.
في أيام الحكم الشيوعي في أوزبكستان، المرأة التي تلد 10 أبناء أو بنات تحصل على لقب البطلة وتحصل على امتيازات كثيرة. أول ظهور للمرأة في أوروبا على خشبة المسرح كان في سنة 1629، فرماها الحضور بالبرتقال. نكتفي بهذا القدر. أنا ودي أفرد حديث عن أخبار العشاق، بس بستحي منكم، فاللي موافق يقول موافق.